أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تم إطلاق حوار وطني للتحدث والتفكير في مستقبل مصر، لافتا إلى أن الأزمات التي تعاني منها الدولة في العصر الحديث تتطلب معالجات وحلولا جذرية. لقد كان واضحا أن عمق الأزمة التي تعاني منها الدولة المصرية في العصر الحديث يتطلب إجراءات حادة وقاسية ومستمرة لعلاج كافة الاختلالات التي تشكلت خلال الخمسين عاما الماضية. وسمحين أقف هنا في النقطة ديت وأقول لكم أي مسار اقتصادي وأي حلول بتطرح لازم لمتخذ القرار والمسؤولين عنه بيشوف البيئة السياسية والبيئة الاجتماعية والبيئة الفكرية والثقافية تقدر تساعده على أنه هو يمرر هذا المسار ولا لا. لأنه ممكن زي ما انت شفتم احنا ممكن كلنا نقدر نقول كل رجال الاقتصاد والمفكرين في هذا المجال يقدروا يحطوا خرائط قوية ومهمة جدا. طب هو ايه اللي بيخلي الناس ما تعملش؟ إذا كان الأمور واضحة بالطريقة ديت، لأن طبعا أي حد عايز يعمل القرارات ديت هي مش شجاعة قرار، مش شجاعة قرار، هو بيشوف يا ترى يقدر إن تكلفة القرار ده لما يجي يعمله لو كان تكلفتها أكبر من العائد بتاعها بيقول بلاش منه، بلاش نعمل الإجراء ده دلوقتي. وده السبب اللي كان في تقدير كل يعني القائمين على العمل ده خلال الخمسين ستين سنة اللي فاتوا